السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. رؤية الغابة في المنام تدل على الهم والنكد والمرور بالظروف الصعبة، حيث رؤية الغابة في الليل في المنام تدل على وقوع الظلم والظلمات. أما رؤية المشي في الغابة في المنام فيدل على التعب والجهد في المساء. أما رؤية الغابة مع شخص في المنام فتدل على المرور بالمشاكل مع الآخرين. فيما رؤية الصلاة في الغابة في المنام فتدل على قضاء الحاجات بعد قنوط طويل. فيما رؤية احتراق الغابة في المنام يدل على مصيبة تصيب الراعي. أما رؤية بيت في الغابة في المنام فيدل على الانعزال عن الناس، وإذا رأيت بيتا مهجورا في الحلم فهذا يدل على الخوف والقلق. أما رؤية الغابة في المنام للرجل فتدل على الضياع والتوهان عن حق، وإذا رأى الرجل أنه في غابة خضراء في الحلم فهذا يدل على اتساع رزقه. فيما رؤية الغابة في المنام للعزباء فيدل على الوحدة والانعزال. فيما رؤية الغابة في المنام للمتزوجة يدل على العيش في خوف وقلق. وإذا رأت المرأة المتزوجة أنها في الغابة الخضراء جميلة في الحلم فهذا يدل على سعة عيشها. أما رؤية الغابة في المنام للحامل فيدل على الخوف والقلق الشديد على الجنين من أي مكروه. وإذا رأت أنها في غابة محروقة في الحلم فهذا يدل على ضرر يصيب الجنين. فيما رؤية الغابة في المنام للمطلقة فيدل على مواجهة الصعوبات والمشاكل. وإذا رأت أنها في غابة مع طليقها في الحلم فهذا يدل على تعديه على حقوقها، والله أعلم. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.